قالت لي بعد العاصر اطلب بيدي من اهلي واتقالوا وادفع مهر لا ترفع يا خلي والله ما بغي مهر لو كان المهر مليون العن عبوك الفاخر لي خلى عواد مديون ضاعت فلوسي ورا شركتي الأسهم والحال يصعب على الكافر والمسلم وإذا طلبت الناس صار الناس ما يعطون العن أبوها الفاخر بخلى عواد مديون قالت لي بعد العاصر أضرب بيدي من أهلي والقانو ويدفع مهر لا ترفع يا والله ما بغي مهر لو كان المهر مليون العن أبوها الفاخر بخلى عواد مديون الرد بعد العاصر اضرب ايدي بينا وتقعد وارفع مهر لا تدفع يا خلي والله ما بغي مهر لو كان المهر مليون يلعن ابوه الفقر اللي خلى عوام مليون والحال يصعب على الكافر والمصري وإذا طلب ذي الناس صار الناس ما يعطون للعن أبوه للفقر لي خلى عوام مديون ضاعت فلوسي ورا شركتي الأسهم والحال يصعب على الكافر والمسلم وإذا طلب ذي الناس صار الناس ما يعطون للعن أبوه للفقر لي خلى زادت همومي ومن سنتين اتألم والحلو يمشي قبالي ولا قدر اتكلم والجيب خالي وشكري يشبه المجنون العن أبوه الفقر اللي خلى عوام مديون زادت همومي ومن سنتين اتألم والحلوى يمشي قبالي ولا قدر اتكلم والجيب خالي وشكري يشبه المجنون العن أبوه الفقر اللي خلى عوام مديون قدوتي عيونك لا لا تحنيني وفيه اللي يحبونك فيسعفونك ولو تاخذ نظر العيون انا بقول الفقر لي خلى عوام مديون حبيتك دي صبر هلا ما سبوك فيك فيها قبل ما يجي منا منكم راضية ولدي الأولى منا ولدي سالية وقبل ما يجي منا منكم راضية ولكن قد ما يجي وحدك ولا تلقى قبول ولا لا يملك وحدك لا سبع عبر ولا لا يملك
عندك